مرحبا بكم. تحدث العديد من الحوادث المؤلمة للحيوانات على كوكبنا، وليس من الواجب علينا أن نحب جميع أنواع الحيوانات، فمنهم الحشرات وأخطر الحيوانات، لكن القيام بأذيتهم أو معاملتهم كالأعداء لا يعتبر موقفا إنسانيا أبدا. لهذا يجب علينا الاعتراف دائما بحقوق الحيوانات وواجب الاهتمام بهم. سوف نلقي نظرة في هذا الفيديو على أسوأ حوادث تعرضت لها الحيوانات من قبل البشر. وقبل البدء بالفيديو يمكنكم دعمنا عن طريق القيام بالضغط على زر الإعجاب حتى يصلكم كل جديد. أولاً، لن نستطيع فهم الأشخاص الذين يعذبون الحيوانات أبداً، فما يحدث للحيوانات غير مقبول نهائياً. فقد كانت الكلبة المسمى لينا تبحث في الشوارع عن الطعام وحتى تستطع إطعام صغارها، فحدث لها هذا الحدث المؤلم أثناء بحثها. كانت تمر من أمام إحدى المنازل ولم تعجب صاحبة المنزل من فكرة اقتراب سكراب تلك الكلبة من أمام منزلها، فقامت بسكب مياه مغلية عليها حتى تبتعد. وقالت إحدى المتطوعات في جمعية بوس باتاس والتي تسمى كارولينا أنهم وجدوا حروقا تغطي جسمها بالكامل، وبأنهم لم يصدقوا عيونهم عندما وجدوها بهذه الحالة. وبالرغم مما هي عليها إلا أنها استمرت في إطعام صغارها، وحتى النظر إلى صورة الكلبة يحتاج إلى قلب شجاع. بدأت الكلبة لينا بالتحسن مع مرور الوقت بفضل المتطوعين وبالاعتناء بصغارها أكثر، وبعد استرجاع صحتها تم وضعها في أحد ملاجئ الحيوانات وتم إيواء صغارها جميعا. وفي النهاية آواها أحد الأشخاص، وأصبحت النهاية السعيدة لهذا الحادث المؤلم هي الجانب المشرق لنا في تلك القصة. ثانيا، من الصعب فهم الأشخاص الذين يؤذون الحيوانات بدون قيامهم بأي فعل يؤذيهم، ولكن في نفس الوقت يجب علينا ألا نقلل من المتطوعين، فهناك العديد من الأشخاص الذين يقدمون كل ما بوسعهم حتى تستطع الحيوانات عيش حياتهم بكل أمان. فباسكال هو أحد الحيوانات التي قام المتطوعون بإنقاذ حياتهم في الآونة الأخيرة، فعند العثور عليه وجد أنه تم تعذيبه بشدة، فمن الصعب على الإنسان تصديق احتمالية أن يقوم أحد الأشخاص بسكب الغراء على الكلاب، لكنه مع الأسف حقيقيا. شخص ما سكب الغراء على الكلب الصغير باسكال، وقد أثر الغراء به بشدة حتى أنه بدأ ينزف، ومن حسن الحظ وجده مجموعة من محبي الحيوانات وقاموا بمساعدته وإزالة الغراء من على جسده تماما. وقد استمر ذلك لعدة ساعات، ولكن كانت نهاية ذلك جيدة، فقد ارتاح الكلب باسكال وأصبحت صحته بأفضل حال، كل هذا بفضل محبي الحيوانات الذين يقدمون لهم المساعدة دون غض الطرف عنهم. ثالثا، تعتبر السلحفاة من الحيوانات الجميلة الغير معتادة والتي لا تؤذي أي أحد ويعيشون لمدة طويلة. فالسلحفاة المسماة تادل عمرها 60 عاما ولم تؤذي أي أحد طيلة حياتها، لكن أحد الأشخاص الذين قاموا بتعذيب تلك المسكينة وجعلها آلة للترفيه بشكل لا تصدقه. وجدها الزوجان باول وديان بجانب أحد المنازل في ولاية إلينوي في شيكاغو، وهما يعيشان بالقرب من تلك المنطقة، وقرروا مساعدتها فور رؤيتها على تلك الحالة. شخص ما تسبب في جرح ظهرها، وعندما نظروا عن قرب وجدوا إصابة في رأسها أيضا، وبالرغم من ذلك لم تيأس تادل وسارت حتى وصلت إلى حديقة منزل زوجان محب الحيوانات، وكأنها كانت تعلم أنهم سيساعدوها، وقد حدث ذلك بالفعل. قدم الزوجان يد المساعدة، ثم أحضروا تادل إلى أحد الأطباء البيطريين، وبعد الكشف على تادل وجد أن السلحفاة لا تستطيع الرؤية بإحدى عيناها، بالإضافة إلى شروخ على ظهرها نتيجة ما حدث لها. وقد استمرت فترة علاج تادل طويلا، لكنها كانت محاربة قوية من خلال ثباتها تلك الفترة. وبعد انتهاء فترة العلاج اللازمة، قابل الزوجان مسؤول حديقة حيوانات بروكفيلد، وأخبرهم أنه بإمكان تادل البقاء فترة العلاج حتى تمام الشفاء في تلك الحديقة. بقيت تادل في المكان لمدة 9 أشهر حتى أصبحت صحتها جيدة ويمكن تركها في الطبيعة، ولكن للأسف لم يتم العثور على الشخص الذي قام بتعذيبها، ونتمنى ألا يحدث مثل هذا لأي حيوان آخر، ويتعلم أنه لا بد أن يحترم حقوق الحيوانات. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.